صراحة يعني أنا أشوف من وجهة نظري إنها إيش يعني هي جميلة، بس أفضل إن إيش إن شاء الله السنوات الجاية تكون يعني أخفض بشكل يعني صراحة، يعني عشان الواحد يعني يعني يقدر يعني يضبط ميزانيته زي كذا. هو هي إيه سعرها كويس، بس أنا أفضل السنوات الجاية إن شاء الله إيش تكون إيش أقل بأقل بشوية يعني. طبعا أنا عرفت إنه الأسعار بين 12,000 إلى 16,000، وأنا أشوفها أسعار مرتفعة جدا الصراحة. المفروض يسهلوا على الناس، يعني موسم حج مع جائحة كورونا وكذا، إن شاء الله تتسهل وإن شاء الله يكون فيها مراجعة للقرار هذا إن شاء الله. والله أحس إنها مبالغ فيها، أسعار خيالية يعني، في ناس ما تقدر تدفع يعني. الحملة على 16 أو 12 مرة كثير للأمانة يعني. فأذكرها قبل فترة كانت على 8، أوكي الواحد يقدر، لكن 16 وأكثر صعبة يعني. والله مرة مرتفعة صراحة. والله حملات الحج هذا العام بحكم العدد المحدود للحجاج، فطبيعي بتكون الأسعار يعني مرتفعة شوي عن الأعوام السابقة. والله مقارنة بالسنة اللي فاتت أشوفها مرة مرتفعة. لو قارنا السنة اللي فاتت تقريبا عدد الحجاج 10,000، بينما هذه السنة حدود 60,000 تقريبا. أقل فئة من هذه أتوقع كانت 15 أو 12,000، فمبالغ فيها مرة كثيرة مقارنة بعدد الحجاج مع القيمة نفسها مع الرسوم تبعها. فأشوفها فيها شوية مبالغة يعني، ما هي مستاهلة المبلغ هذا كله. فالأسعار هذه مع الاحترازات مع كل شيء يعني أعتبر أنها معقولة مقابل سلامة الشخص يعني تقريبا يعني. فنتمنى للجميع الصحة والعافية، ونتقبل منكم صالح الأعمال، ونقول كل عام وأنتم بخير للجميع إن شاء الله. بالنسبة لسعرها الطبيعي اللي هو من 8 إلى 10,000 أنا أشوف إنه مناسب، لكن تتكلم على دحين الأسعار كلها تتراوح ما بين 12,000 إلى 15,000، أحس إنه مرة مبالغ فيها بزيادة يعني. ما أحس إنه يعني أوكي في النهاية هو حج، بس إنك يعني تدفع 12,000 أغلب الناس ما يقدروا يدفعوا الشيء هذا. بالنسبة لحملات الحج السنة هذه أرحم من زمان، من زمان كانت موجودة بالعشرين والثلاثين والستين للفي آي بي، الآن من 6 إلى 12 أرقام معقولة. صراحة أسعار الحج جدا ممتازة ومناسبة لجميع المواطنين. غالية مرة غالية، يعني المواطن البسيط ما يقدر يدفعها. تكلم على راتبه 5,000 6,000، كيف يدفع 12,000 عشان يروح يحج؟